الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد اتكلمت عليه قبل كده بالنسبة للإسراء. يعني احنا بنعرف ان في ديننا احنا حاجة اسمها الإسراء والمعراج، ويمكن بنحتفل بيه بس مش كل الناس عارفة ايه معنى الإسراء والمعراج. اتكلمت قبل كده بالنسبة لسورة الإسراء، واتكلمت عن الإسراء شو بيحصل فيه، بس ما يدورش ان احنا نمشي فيه بمواضيع على السريع كده. فكرة سريعة، في سورة الإسراء ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان بوضوح ان هو اسرى بعبده ليلا، ولذلك اللي بيكذب سوره الاسراء كافر. انما المعراج جابوا بالتوريه، انما قالوا في سوره النجم، ولذلك اللي يكذب المعراج فاسق واللي يكذب الاسراء كافر، لان الاسراء جت في سوره موثقه من القران، المعراج جاء بطريقه التوريه. دلوقتي هقول لك ازاي. عندك في سوره الاسراء مثلا بتبتدي بتقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. كلمه سبحان يعني تنزيه لله عن باقي مخلوقاته، يعني افعال الله ما تكونش زي افعال العباد ابدا، ولذلك هو اسرى بعبده. كلمه اسرى، الاسراء معناته المشي اثناء الليل، يعني أسرى بعبده، وقال لك بعبده وخصصها كلمة بعبده ليه؟ عشان تفهم إن الإسراء كان بالروح والجسم، لأن لو قال مثلا حاجة تانية كان يفسروها بروحه، شاف منام، إنما ده بعبده يعني جسمه وروحه. أسرى بعبده منين؟ من المسجد الحرام اللي هي من مكة إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى في التعريف العام بيقولوا إن هو المسجد اللي موجود في مدينة القدس اللي هو في بيت المقدس، أو اللي هو المسجد الأقصى اللي احنا كلنا عارفينه. إنما في التفسير الباطني اللي بعض الأئمة بتقول لك المسجد الأقصى هو اللي في السماء الرابعة، اللي هو البيت المعمور. إنما خلينا على المشي على التفسير العادي اللي الكل متفق عليه، اللي هو المسجد الأقصى اللي هو موجود في بيت المقدس. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول كنت نايم في بيت أم هاني اللي هي أخته للإمام علي عليه السلام، فبيقول في نص الليل لقيت ثلاثة من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل جم فيقوه وقوموه وزبطوا له هدومه وقالوا له اطلع معانا برا. فبيقول لقيت دابة أكبر من الحمار وأقل من الحصان، وشها وش إنسان، عليها ريش أخضر وأبيض وكتير كتير حلوة، وبينها على فخدها جناحات كبار. فجم حطوه للرسول صلى الله عليه وسلم، حطوه على الدابة دي، اتململت شوية الدابة، فضربها جبرائيل وقال لها اهمدي لأن ده أول واحد وآخر واحد هيركب عليك. المهم أن طارت بيه وطار معاه جبرائيل، طار معاه بس مش فوق فوق فوق، يعني طار معاه ان بحيث ان يقدر يشوف اللي حواليه. فاللي حصل ايه؟ بيقول وانا اثناء الطيران سمعت واحد بينادي عليا بس ما ردتش. مشيت شويه يعني طرت لقدام شويه، بعدين لقيت كمان واحد بينادي عليا برضه ما ردش. شويه لقى واحده ست واقفه دراعتها مكشفه ولابسه يعني خشخشة وأشياء كده وبتنادي عليها محمد بس رد عليا، بس اتطلع عليا برضو ما ردش عليها. شوية إلا جبرائيل بيقول له يلا انزل يا رسول الله صلي في المكان ده. فنزل صلى الركعتين اللي هو كان متعلم عليهم. فقال له عرفت انت صليت فين؟ قال له لا. قال له انت صليت في طيبة اللي هي دلوقتي احنا بنقولها المدينة المنورة. رجع أخده وطار شوية وقال له انزل صلي هنا. فنزل صلى، قال له عارف انت صليت فين؟ قال له لا. قال له هنا في طور سيناء، مكان ما كلم ربنا سبحانه وتعالى موسى. وبعدين اخده ومشي لغايه ما وصل لبيت، طار لغايه ما وصل لبيت المقدس. لما وصل لبيت المقدس بيقول دخل الرسول بيحكي، بيقول دخلت لقيت المسجد كله يغص بالانبياء، كل الانبياء موجودين في المسجد. فهو فكر ان الموقف دلوقتي ان جبرائيل هيقف قدام الانبياء ويصلي بيهم. بيقول انا دخلت ربطت الدابه اللي كان راكب عليها، ربطتها في الحلقه اللي قال له عليها جبرائيل، وبعدين لقيت ملك من الملائكه نازل
حاطط في ايده صينيه، ماسك في ايده صينيه فيها 3 كوبايات وقدمهم للرسول صلى الله عليه واله وسلم. فبيقول ان اتطلع لقى كوبايه فيها حليب وكوبايه فيها خمره وكوبايه فيها ميه، فهم الملائكه قاعدين مراقبينه يشوفوا هيختار ايه، فاختار الحليب، شرب من الحليب شويه مش كله وحط الكوبايه. فبيقول له هديت الى الفطره جبرائيل، هديت الى الفطره، لو كنت شربت الخمره كانت غوت امتك، لو شربت الميه كانت غرقت امتك، انما انت هديت الى الفطره. بس اللي حصل انه ما شربش الحليب كله، الا كانت كل امته استوت على الصراط المستقيم، هو شرب شويه بس. المهم بيقول في الموقف ده لقيت نفسي واقف، وجاء جبرائيل مسكني من ايدي وقدمني قدام الانبياء كلهم، قال له اقم الصلاه، قال له انا ولا انت؟ قال له انت يا رسول الله. سمع واحد من الملائكه بيأذن الاذان كامل، وقفوا كل الانبياء صفوف وراه فاقام بهم الصلاه. بعد ما اقام الصلاه معاهم قال له جبرائيل والان الى السماء. ف بيقول لك ان الحقيقه دي انا شفتها، الصخره اللي في بيت المقدس اللي هي عاملين عليها دلوقتي مسجد اسمه مسجد الصخره، الصخره من كتر حبها اللي ربط عليها البراق، من كتر حبها في رسول الله نهضت من الارض وطلعت. انت لما تشوفيها تجديها شكل العجين، لما تاخديه هيك وترفعيه بيطلع منه خط كده، فهي فهو عامل لها بايده كده راحت واقفه في الفضاء، وقفت ضلت ممسوكه بس في الارض بالخط ده. المهم ان موضوعنا بقى دلوقتي اللي انا عايزه اوصلك له، اللي هو بعد ما يوصل للسماء انا عايزه ادخل في المعراج، مش عايزه ادخل في الحاجات اللي شافها في السماوات لانها طويله وكتيره، واللي عايز يشوفها بيشوفها في الكتب هناك. بيقول دخل طلع على السماء الاولى، فوجد في السماء الاولى اول حاجه لما طلع على السماء الاولى قال له جبرائيل، قال له دلوقتي انت هتشوف الملائكه وانا هشرح لك كل حاجه بتشوفها. بيقول شفت رجل طويل وعريض واسمر، قال له مين ده يا جبرائيل؟ قال له ده ابوك ادم، فسلم عليه ورحب بيه. طبعا ادم رحب بيه ترحيب كبير قوي ان هو بقى ابنه. المهم بيقول ولقيت ملك هناك قاعد وحواليه ملائكه كتير كتير كتير، ومش يعني مش هدخل في التفصيلات بتاعتهم. قال له مين ده؟ قال له اسماعيل صاحب الخطفه، اللي هو اللي لما يطلع جن على السماء فوق ويلحقه شهاب ثاقب، هو ده اللي بيلحق بيضربه بالشهاب. المهم السماء الاولى، السماء الثانيه شاف فيها السماء الثانيه شاف فيها ظن عيسى، والسماء الثالثه شاف فيها عيسى ويحيى شافهم في السماء الثانيه، السماء الثالثة شاف فيها واحد تاني، يعني المهم السماء الرابعة شاف فيها إدريس، السماء الخامسة شاف فيها هارون شاف موسى، وبعدين شاف عيسى وشاف موسى، وبعدين شاف هارون، وبعدين شاف إدريس، وبعدين شاف يوسف. كل سماء كان بيشوف فيها نبي من الأنبياء يسلم عليه ويستفتح عليه ويدعي لهم ويدعو له. لما وصل للسماء السادسة اللي فيها موسى، وبعدين وصل للسماء السابعة اللي فيها إبراهيم عليه السلام، وشاف إبراهيم قاعد في السماء السابعة. ده بكل الحاجات دي مش راح أدخل فيها، هدخلك دلوقتي في المعراج اللي أنا قصدي بيه، لأن القصد بتاعتنا النهاردة سورة النجم. بيقول إن لما دخل في السماء السابعة اللي هي بقى هيشوف فيها الأشياء دي كلها، بيقول أخذني جبرائيل وفرجني على الجنة، الجنان. طب هي مش جنة واحدة، احنا عارفين السماء مليانة جنان. المهم ان الجنات اللي دخلهم يدخل من جنة ويشوف جنة ويوصف لنا في الجنة كل جنة شاف فيها ايه، وصف كامل موجودة في الكتب. المهم ان قلت لك قبل كده على حكاية التفاحة كمان، وهو ماشي مع جبرائيل في السماء شاف تفاحة وقال له ايه دي التفاحة دي يا جبرائيل؟ ريحتها كتير كتير حلوة. قال له ما بعرف، دي احنا رايحين جايين ونشوفها، محدش عارف التفاحة دي محطوطة لايه. شوية ولقى ملك من الملائكة حامل التفاحة في حريرة خضراء، ونزل قال له هدية الله اليك يا رسول الله. فاخدها منه وراح بيسها وحطتها على صدره كده. قام جبرائيل قال له كلها، قال له اكل هدية الله؟ قال له كلها. ففتح التفاحة طلع منها نور، قال له ايه ده يا جبرائيل؟ قال له هذا نور المنصورة. قال له مين المنصورة؟ قال له بنتك فاطمة، لسه ما كانش مخلفها. المهم ان اكل التفاحة
وبعدين دخل من جنة لجنة وبيوصف لنا كل الجنات لغاية ما جه عليه وقت قال له جبرائيل والآن تقدم يا رسول الله. قال له معقولة هتسيبني في الموقف ده يا جبرائيل؟ قال له لو تقدمت أنا لاحترقت، بينما لو تقدمت أنت لاحترقت، لأن أنا مش مسموح لي أدخل أكتر من كده، إنما أنت اتشالت من قدامك كل الحجب وربنا سبحانه وتعالى هو اللي أذن لك إنك تدخل لفوق. فبيقول دخلت بحار من النور وبحار من الظلمة، بحار ياخدوا بحر ويرجعوا بحر ويدوا بحر، بحر ضلمة وبحر نور وبحر ضلمة وبحر نور، لغاية ما وصل لمكان لأن نفسه فيه محاط بالأنوار الشديدة جدا. فبيقول سمعت صوت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهو حس على طول، أدرك إن هو في رحمة ربنا وفي واقف بين إيدين الله. طبعا هو لا شافه، إنما ربنا بيخلق الكلام، ربنا لا يرى. فهو قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن المكان كله محوط بالملائكة. المهم إن حصل ديالوج بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. بيقول لما لقيت نفسي وصلت للنور ده لقيت نفسي متعلق بساق العرش. يعني شوفي وصل لفين، وصل لسدرة المنتهى. هي سدرة المنتهى، بعديها ما قالناش السدرة دي عبارة عن كلمة سدر، نوع من الأشجار، إنما قالها سدرة المنتهى يعني انتهى عليها كل شيء. بعض الفقهاء فسروها وقالوا إن شجرة كبيرة كبيرة فيها أوراق باسم كل إنسان موجود على الأرض. الشجرة دي لما يجي نهاية عمره بتسقط الورقة بتاعتها، فلما تسقط الورقة بتاعتها عزرائيل على طول بيطلع على الورقة بتبقى، لأن عزرائيل عنده الدنيا زي درهم في إيد الراجل. فعزرائيل بيقول له لما قرب من الرسول وكلمه قال له أنا بس أشوف الورقة بتاعته سقطت، بتطلع بلاقي باب رزقه اتقفل من السماء. لأن احنا عارفين إن كل إنسان فينا بيتولد له ثلاث أبواب، باب في الأرض اللي فيه صلاتك، وبابين في السماء، باب ينزل منه رزقك وباب بيطلع منه اعمالك. فاهمه ازاي؟ ولذلك انا المره اللي فاتت لما حكيت لك فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، حكيت اظن في الدرس سوره الدخان، اللي قلت لك ان الانسان لما بيموت بيبكي عليه مكانه مكان السجود في الارض. عشان كده حلو الواحد يخصص في السجود بتاعه مكان يصلي فيه، لان مكان سجودك ده بيكون فيه طاقه مشحونة منك. ولذلك كان الإمام الصادق عليه السلام لما جاء ابنه إسماعيل يموت وكان بيحتضر، فقال لأخوه قال له خد أخوك وروح على مكان سجوده وحطه هناك، بتطلع روحه بهدوء، لأن المكان ده مشحون بطاقة الإنسان نفسه، والمكان ده من كتر الصلاة والتسبيح فيه بيبقى ده مفتوح وبيبكي عليك لما تموتي. يعني المكان ده بيبكي عليك لأنك كنت قاعدة فيه، كنت بتشحنيه بالطاقة اللطيفة. فالمهم ان الانسان لما يموت بيبكي عليه المكان اللي بيسجد فيه، وبيبكي عليه المكان اللي بتصعد منه اعماله المنيحه. المكان بتاع رزقه، باب رزقه اللي فوق لو انقفل بتسقط ورقته، بيعرف عزرائيل ان بيبعت اعوانه اقبضوا روح فلان. فهذه يمكن دي تكون سدره المنتهى على بعض تفسيرات بعض الشيوخ. المهم ان بيقول وصل هناك وشاف شجرة طوبة. شجرة طوبة احنا بنقول ايه؟ طوبة لهم وحسن مآب. طوبة دي شجرة في الجنة بقول لك لو مشيتي فيها 500 سنة ما تقدريش توصلي بس من اولها لاخرها. الطير بيوصل فيها من فوق لتحت بيكون هرم ومات وخلص، لانها موجودة في بيت النبي وكل فرع من فروعها موجود في كل بيت من بيوت المؤمنين. يعني كل بيوت المؤمنين اللي في الجنة فيهم فرع من شجر الطوبة. الفرع ده بيكون خدام لإلك، ديليفري، أكل، شرب، اللبس، أي اللي انت عايزاه الفرع ده بيقدمه لك، لأن دي خدمة الجنة بقى لا توصف. فبيقول لك لما يجي يقول لك في القرآن طوبة لهم وحسن مآب، طوبة يعني إن شاء الله يوصلوا على مكان تكون فيه فرع الشجرة ده لإلهم. وصل هناك هو لشجر الطوبة وشرح لنا الموقف إزاي والمكان هناك إزاي، وكيف الأرض كلها عبارة عن مجوهرات، ألماز وجواهر وياقوت، ويعني الحياة فوق في منتهى الجمال، لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصل هناك، بعد ما وصل بقول أنا لقيت نفسي متعلق بساق العرش،
ولقيت سمعت الصوت اللي بيسلم عليا ورديت انا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعدين بقول انا لقيت على ساق العرش الوان انوار بتتلألأ، فسألت ايه الانوار دي يا رب العزة؟ قال له هذه سورة قل هو الله احد، وهذه آية الكرسي، وهذه سورة إن أنزلناه. قعد يشرح لكل واحدة، فقال له يا محمد اغتسل في قاف وتعالى اغسل مساجدك، يعني توضى وتعالى قدامي صلي. فبقول نزلت اغتسلت في نهر اللي اسمه قاف، فنزل اغتسل وتوضى وطلع وقف بين ايدين ربنا، وربنا علمه الصلاة اللي احنا بنصليها دلوقتي. قال له قل كذا 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 كذا. وبعدين لما بعد ما قرأ الفتحة قال له قل قل هو الله أحد، فقال قل هو الله أحد. قال بعد شوية الله الصمد الله الصمد، يعلمه كيف يقرأ السورة في الصلاة. لما خلصها قال له هذه نسبتي و يعني النسبة بتاعتي أنا. فالركعة الثانية قال له اقرأ إن أنزلناه، برضو علمها له، قال له هذه نسبة أهل بيتك يا محمد، هذه سورة أهل البيت. المهم هو قاعد، قلت لك أنا الأنوار هي سورة قل هو الله أحد وآية الكرسي وسورة ياسين. المهم هو قاعد بيقول برضو قاعد يتحدث مع ربنا سبحانه وتعالى، يقول له مثلا إن انا حوريك، هيكون اداله فكره عن اللي هيحصل في العالم، لان احنا عارفين ان عفوا ان المشروع بتاع ربنا من اول الخلق، مشروع الله من اول الخلق لاخر الخلق، هو عارفينه قبل كده، اتكلمت عنه ان هو عايز يعمل مشروع كامل. هي معاني عندي الانين حبيبتي، شكرا. عايز يعمل مشروع كامل، فما زي يكون في الناس ان يعبدوا ربنا، ويوصل المشروع بتاعه في النهايه الى ان تعم الارض كلها عباده لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللي هي امتى هتكون الموقف ده؟ هيكون وقت خروج الامام سلام الله عليه، لما يقضي على الظلم اللي في العالم ويخلي الارض كلها عباره عن لا اله الا الله محمد رسول الله. فبيقول هنا ان عشان يوصل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو طلعه في المعراج ليه؟ عشان يبين له نهاية المشروع بتاعي ايه. انت الرسول الخاتم، ودينك دين الخاتم، فلابد انك تكون انت خاتم الرسل، تعرف نهاية مشروع الخلق بتاعي ايه، وهيحصل فيه ايه من هنا ليوم القيامة. فعشان ايه؟ مش ما كانتش رحلة نزهة ولا رحلة تطيب خاطر زي ما بعض العلماء بتقول، لا، هي مش رحلة تطيب خاطر، هي رحلة اطلاع الرسول الخاتم على نهاية أو على ختام قصة الخلق اللي ربنا عملها. ولذلك قصة الخلق دي هتنتهي إزاي؟ النهاية بتاعتها إحنا قلناها إن قبل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه هتحصل فيه علامات، وهتحصل فيه أشياء، والعلامات دي قالهن أهل البيت وعلمهن أهل البيت وعلمهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اللي شافه فوق، ونزل حكالنا بالظبط بالظبط شو شاف وشو عمل. من ضمن الحاجات اللي شافها كمان ان هو كان وهو بيتكلم مع ربنا، فربنا سبحانه وتعالى خلق الكلام وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فشوفي رسول الله لأنه رحمة للخلق، قال له والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسلي، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال له اطلب يا محمد. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال له لا أؤاخذك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال لا أحملكم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال قد فعلت. وبعدين قال له من أقرب الناس إليك يا محمد؟ قال ابن عمي وأخي علي بن أبي طالب. قال وهو أقرب لي كمان، ولذلك أنا ما فيش نبي بحطه إلا ما بحط له وصي، وصيك هيكون علي بن أبي طالب، ده اتكتبت فوق ولما نزل أخبرهم. المهم هو فوق في أثناء الدورة بتاعته، في أثناء اللف، وبيشوف وبيسمع وبيتكلم، فرضت عليه الصلاة.
لان الصلاه من اهميتها الشديده للمسلمين. ان زي ما تكون انت مثلا عندك مدير وعنده سكرتير فبيضرب له تليفون مثلا او بيحكيه بيقول له بلغ الموظفين العمل الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا، بلغ كذا وكذا وكذا. انما لما يكون شيء مهم يقول ابعتهم لي عندي على البكت، مظبوط؟ فعشان يبعتهم له، لان ده اهميه الشيء لازم هو المدير يقوله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى بعت محمد صلى الله عليه واله وسلم فوق عشان يامره بالصلاه ويعلمه الصلاه وينزلها لامته. الصلاه فرضت ركعتين ركعتين ركعتين، انما الزياده اللي جت في صلاه الظهر وصلاه العصر وصلاه المغرب والعشاء دي من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهو بيصلي بيعلمه الصلاه لما قال له اركع ركع، قال له في الركوع بتقول سبحان ربي العظيم وبحمده، قال له اسجد الان فسجد، وهو في السجود قال له قر سبحان ربي الاعلى وبحمده. لما سجد ورفع راسه ما سمعش صوت، فمن كتر عظمه الموقف سجد كمان مره، ففرضت علينا السجدتين. شايفه؟ فاللي علمه طريقه الصلاه وقال له ركعتين ركعتين، انما لما نزل زودها لنا احنا وربنا وافقوا على كده. المهم ان الموضوع بتاعنا ده بعد ما خلص الكلام بينه وبين ربنا، قال له دلوقتي هتشوف نهايه الخلق هتكون ازاي ونهايه الدنيا هتكون ازاي. انا عندي جند من جنودي، جند من جنود الله اللي هو النجم المذنب. النجم المذنب ده موجود ومخلوق فقط لتغيير مسار الكرة الأرضية. لما تتغير مسارها بتتغير للأحسن وللأجمل وللأصلح، عشان ظهور الإمام يظهر في جو مخالف للجو بتاعنا. أول حاجة النجم المذنب ده تكلمنا عليه كتير، تكلمنا عليه في سورة الطارق، وتكلمنا عليه في سورة التكوير وسورة الصور الثانية تكلمنا عليها كتير. المهم ان النجم المذنب ده جند من جنود الله، ده مأمور ان بس يجي الوقت المناسب انه يقترب من الارض. هو دلوقتي حتى في وكالة الفضاء ناسا قالت ان نجم كبير كبير اكبر من الشمس بيقترب من الارض. النجم هو ده النجم المذنب، لما يقترب من الارض بتكون عنده درجة الجاذبية شديدة جدا، بحيث انه هيلف الجاذبية بتاعت الارض. احنا مش هنحس بحاجة، مش هنحس. انت دلوقتي بتحس ان الارض بتلف؟ لا. كمان لما الارض تفتل الناحية التانية مش هتحسي، انما الجاذبية بتاعت الارض اللي هي جبل قاف اللي مغطي الارض كلها هي الجاذبية بس اللي هتلف الناحية التانية، انما الارض هتفضل شغالة في مجراها. انما محور الميل بتاع الارض نفسه هيتغير. لما يتغير محور الميل بتاع الارض هيتغير طريقة الهواء في الارض، هتتغير حاجات كتير في مناخ الارض. فلما يتغير مناخ الارض هتبقى فيها يعني التغيرات اللي في الطبيعة بقى دلوقتي قدامنا اللي هي الجيولوجيا هتتغير كمان. يعني بيقول لك ان وقت ما تلف الارض ووقت ما يتغير درجة الميل بتاعت زاوية الميل بتاعت الارض تتغير، هتنتهي الصحاري، مش هيبقى فيه صحراء ولا هيبقى فيه جبال، كل ده هينتهي، هتبقى كلها خضار في خضار في خضار. ولذلك الجبال هتختفي في وقت ظهور الامام في يوم الدين، هتختفي الجبال من لفة الارض. هتحصل تغيرات كتير قوي قوي حتى في حياتنا احنا. حتى الانسان لما يعيش في الوقت ده هيلاقي نفسه ان الميكروبات راحت، الفيروسات راحت، الامراض راحت، الخضار بيطلع صحي مش زي دلوقتي بتاعنا. كل حاجة هتتغير طريقتها وطريقة نموها وطريقة أكلها وطريقة حياتنا. الأمراض هتختفي، الأعمار هتطول، كل الأشياء دي الحلوة هتبقى موجودة من تغيير الأرض. طبعا تغيير الأرض هيجي، مش بنقولك هتيجي سهلة، إنما لأن لما تيجي تغيير الأرض ولفة الأرض مش هتيجي سهلة، إنما هتحصل فيها براكين وهتحصل فيها سونامي وهتحصل فيها هدم وهيحصل فيها أشياء تانية. يقولك قبل ظهور الإمام هتحصل حروب كتير كتير، ولذلك قبل القائم هيكون حرب، هيكون وباء أحمر وباء أصفر. الأحمر هو بالسيف يعني قتل ودم تدمير في العالم، من قنابل من صواريخ من دولة بتهجم على دولة. كل ده أنا شرحته قبل كده في الدروس اللي فاتت وقلت لك مين هيضرب مين ومين اللي هينتصر ومين اللي هينهزم. المهم كل ده هتحصل حروب شديدة ودمار دمار دمار في الأرض من أهل الأرض، مش دي من السماء، من أهل الأرض.
هيخبطوا في بعضه، هيحتلوا بعضه، هيكسروا بعضه، هيقول لك من كل 7 هيموت 5. شوف قديش، ولذلك ثلثين العالم هتنتفي، هتخلص، هضل ثلث بس قبل ظهور الامام سلام الله عليه. على ظهور الامام من الحروب، هتحصل حروب نوويه، وهتحصل حروب بالاسلحه اللي هم بيعملوها دي دلوقتي، هيخربوا الدنيا كلها فيها. ولذلك ملئت ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا، هتملأ ظلما وعدوانا بالقتل وبالضرب وبالحبس وبالظلم اللي احنا شايفينه دلوقتي. فدلوقتي بيقول لك ان لما يظهر الامام هتحصل علامات، وبالعلامات دي تقريبا 80% وصلت، ما بنقولكيش 90 عشان ما يبقاش مبالغين، 80% وصلت، علامات ارضيه، علامات كونيه وصلت. دلوقتي عندنا بس العلامات الأخيرة اللي أنا قلتها برضو مرارا وتكرارا، اللي هي بتديني العلامات الأخيرة اللي هي يما يجي سنة الظهور، بتكون سنة وتر وكلنا سمعناها قبل كده، وبيكون يوم الجمعة أول يوم رمضان، ونص رمضان يوم جمعة، و23 رمضان يوم جمعة، بتعرف إن دي سنة الظهور. إذا كان شهر رمضان حصل فيه كسوف وقصوف في الأول في الشمس وفي القمر، عرف إن دي سنة الظهور. إذا حصل فيه خسوف وكسوف في الاول، مظبوط، لان الخسوف والكسوف ده ما يحصلش ابدا في اول الشهر، من اول ما ربنا خلق الارض ما حصلش. لان ده عباره عن اللي بيكون دارس العلم الفلك والاجرام دي بيعرف ان القمر اول ما يتولد ما يكونش في وضع ان يتخسف، انما هيجي له الخسوف والكسوف ده، يجي من النجم يكون واقف بين الاثنين هدول فيغطيهم فبيحصل الكسوف. بيقول لك كمان العلامات اللي هتيجي اللي هي الدخان اللي شرحتها انا في سوره الدخان يوم الجمعه، من العلامات اللي هتيجي اللي هي الدخان. الدخان ده هيعبي الارض، هيعبي الارض ازاي؟ طرف المذنب اللي هو ذنبه بس الديل بتاعه طوله 200 مليون كيلومتر، شوفي قد ايه ضخامته، 200 مليون كيلومتر. لما بس يضرب في طرف الغلاف الجوي بس بتنزل منه ماده الامونيا اللي هي خانقه، نوع من الغازات مع التراب مع شويه احجار مع ما اعرفش ايه، هتعبي الكره الارضيه. فبيقول لك هيشعر المؤمن زي نوع من الزكام، الكافر هتبقى عليه صعب، هتدخل في ودانه وفي مرخاره، يبقى صعب قوي الموقف. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، ان كشفوا العذاب قليلا انكم عائدون. يعني هيقعد بيقول لك الدخان 40 يوم على اهل الارض. الحاجات اللي شافها الرسول صلى الله عليه وسلم ووراله النجم المذنب فوق وقال له هاي النجم ده اللي هيخب اللي هيغير مسار الارض عشان حفيدك يطلع، وراله النجم. ولما نزل من فوق وشاف النجم وشاف كل حاجه وشاف كل الاخبار اللي ربنا حكى له عنها، نزل حكى للناس وقال لهم صدقوني ان اللي هيحصل كذا وكذا 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 وكذا. اول ما نزل وقال لهم انا اسري بي الى المسجد الاقصى، عتبة ابن أبو جهل كان متجوز بنت أختها لخديجة عليه السلام، فراح جاي في نص العالم وبزق في وجهه وقال له كفرت بيك وبربك وبرب النجم وبتاعك، وراح فالرسول الله رفع ايديه للسماء قال اللهم صلت عليه كلب من كلابك. في إحدى أصفاره لما طلع برا مكة كان خايف وكان عارف إن دعوة محمد هتصيبه، فقال لهم نيموني بالليل جنبكم، نيموه جنبهم وهو بالليل نايم، جاء أسد طاله من وسطيهم وافترسوا، دعوة الرسول. المهم إن لما نزل وحكى لهم محدش صدق، قال لهم طب أنا عندي دليل واحد، قال لهم وأنا راجع شفت قافلة من بيقودها فلان الفلاني، والقافلة دي كان فيها مية، نزلت شربت من المية وكبتها لهم على الأرض، ومعاهم جمل لونه كذا ولونه كذا لونه كذا، وحيدخلوا عندكم الضحى. قالوا له بس وقع نفسه في ده وراح في ده، هي وقفوا كلهم على باب البلد عشان يتفرجوا امتى تيجي القافله، الا القافله جاي. قالوا لهم مظبوط كان عندكم جمل ضايع وكان لونه كذا كذا؟ قالوا ايه. مظبوط كان معاكم ميه ولقيتوها مكبوبه؟ قالوا اه. قالوا الله، اذا كان محمد قال صدق ومع ذلك كذبوا، مرضوش يعترفوا ابدا باللي قال. المهم ان حكى لهم القصه وحكى لهم اللي حصل، محدش صدقوا. لما نزل وحكى لهم عن النجم المذنب اتهموه بالجنون واتهموه ان الشيطان لعب عقله واتهموه، يعني في سوره التكوير دلوقتي انا حكي لك سوره النجم، انما في سوره التكوير انا قبل كده شرحتها، بس بيقول لك انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين،
مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، رآه، رأى مين؟ رأى النجم اللي هيغير مسار الدنيا كلها، وما هو على الغيب بضنين، راح حكى لكم كل حاجة شافها فوق، ما كانش بخيل، ما خباش حاجة عنكم، كل شيء قاله، وما هو بقول شيطان الرجيم، افهموا بقى، برضو ما صدقهوش. فجاب سورة النجم هنا، شوف سورة النجم شو بتقول، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى. طبعا أنه نجم، هو النجم بتاعنا اللي هو قاعد هيغير مسار الأرض، وربنا بيقسم بمخلوقاته، والواو هنا حرف قسم، والنجم إذا هوى. مالك يا رب عايز تقول إيه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. قالوا له أنت بتحكي ضلال، ضلال يعني بعيد عن الحقيقة، وغواية اللي هي غواية يعني بتحكي من جهل ومن نفسك، ما بتحكيش حاجة حقيقي. فربنا أقسم قال والنجم وما، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنا اللي أوحيت له الوحي ده عن طريق جبرائيل. علمه شديد القوى، اللي هو مين شديد القوى؟ جبرائيل. علمه شديد القوى، لأن جبرائيل من أشد الملائكة عظمة عند ربنا سبحانه وتعالى، هو الملاك الموكل ببلاغ الرسائل للأنبياء والرسل، وهو الملاك الموكل كان بالعذاب اللي ينزل على الناس. يعني مثلا عند قوم لوط لما نزل عليهم العذاب بطرف جناحه شال البلد لفوق وقلبها وحط مكانها بحير، البحر الميت، بحر الميت تحتيها قوم لوط، شايفة ازاي؟ بطرف جناحه جبريل عملها كده، اللي بيسموها في القرآن المؤتفكات، قوم لوط واللي حواليهم رفعهم كلهم وقلبهم. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. المرة اللي هي إيه؟ العقل الحصيف، يعني عقله تمام جبرائيل. ذو مرة فاستوى، استوى يعني إيه؟ يعني شافه بقى على حقيقته، على شكله الطبيعي. طبعا جبرائيل على شكله الطبيعي مخيف جدا، لأن أول مرة شافه هي أول مكان في الغار وبيتعبد، وما كانش عارف نزلت عليه الرسالة، وسمع صوت على باب، كان يقعد كل سنة يطلع في شهر رمضان ياخد معاه أكل ويقعد يتعبد في الغار لحاله لوحده، اللي راحوا على الحج يمكن شافوا الغار، يقعد في الغار لحاله. الغار الجبل صعب، أنا شفته هناك، صعب الطلوع فيه وصعب الحياة فيه، ومع ذلك كان يقعد يتعبد فيه، بس يطلع على السماء ويتعبد. لما سمع الصوت يا محمد، وطلع على باب الغار يتطلع، يا محمد يا محمد، بس طلع اتطلع، بيقول طلعت على السماء لقيته، طلعت على الشرق لقيته، طلعت على الغرب لقيته، معبي السماء من كل حتة جبرائيل، قد ما هو كبير وضخم. فهنا ذو مرة فاستوى، استوى يعني وقف بشكله الطبيعي قدام محمد، وهو بالأفق الأعلى. ايه هو الأفق الأعلى؟ كنت بتمنى انكم تجيبوا القرآن معاكم، لان بعد كده ما عشان تقدر تاخدي المعلومات والملاحظات تكتبيها على القرآن بتاعك. وهو بالأفق الأعلى، الأفق الأعلى هو أفق فوق السماء، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدى. دنا فتدلى يعني إيه؟ يعني لما اقترب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اقترب اقتراب شديد قوي بعد ما سابه جبرائيل، اقترب من 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 رب العزة، فبيقول كنت قريب من ربي قرب القوس للسهم فكان قاب قوسين أو أدنى. شايف القوس قد ايه قريب من السهم؟ لأنه تعلق بسائل العرش، فكان قريب من الله. فأوحى إلى عبده ما أوحى، لذلك كانت مشافهة بينه وبين الله. ما كذب الفؤاد ما رأى. طبعا لما سألوه بعد ما نزل أرأيت ربك يا محمد، فقال ربي نور أنى أراه. يعني كيف بدي أراه؟ إنما أنا شفته بقلبي، ما ربنا لا يرى، طبعا لا يرى، لأن لما موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل نفسه مجرد إن ربنا بس تجلى عليه لحظة اتفتفت وصار على الأرض، فما بالك بإحنا البشر الصغيرين قد ربنا قد كده، ما نقدرش طبعا نتحمل الموقف ده. والله لا يرى، لأن الراه ليس بجسم،
لا ينزل ولا يطلع ولا يكون ولا إلى، يعني ليس كمثله شيء. فلذلك قال له انا ما شفتش، انا بس حسيت بربنا واتكلمت معاه، حسيته بقلبي، شفته بقلبي. انما هنا شاف اشياء تانية، ولذلك لما حكى لهم عن الاشياء التانية دي كذبوه. فربنا هنا بيصدقه، بيقول لك ما كذب الفؤاد ما رأى، لان قلبه مع عينه شافوا اشياء ونزل حكى لكم مش كذب. فما كذب الفؤاد ما رأى. افتمارونه على ما يرى، تمارونه يعني بتجادلوه على اللي شافه. ولقد رآه نزلة أخرى، إيه هو اللي رآه بقى؟ النجم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ما قالناش سدرة المنتهى دي إيه، خباها عنا. سدرة المنتهى إيه؟ محدش يعرفها. عندها جنة المأوى، جنة مأوى المؤمنين. طيب عند السدرة دي جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، برضو دي مبهمة، ما قالناش إيه اللي بيغطي السدرة، فاهم إزاي؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل جبريل قال له أنت بتقدر توصل لغاية مكان ربنا؟ قال له لا، قال له بيننا وبينه 4 أنواع من الحجب، حجب من الماء وحجب من الضباب وحجب من الظلام وحجب من النور، ما نقدرش نشوف بعد غير الحجب دي، ما نقدرش نوصل. انت اخترقت غيرنا، انت رحت دخلت لغاية بحار النور وقدرت تتكلم مع، احنا ما نقدرش. عندها جنة المأوى. لما ربنا يأكد له فيها، لما ربنا يأكد الكلام في القرآن يطلع إلى يوم القيامة، كل إنسان مؤمن بيصدق الكلام ده. يعني القرآن مستمر عطاؤه ليوم القيامة. يعني مثلا أنت وأنت وأنت وإحنا قاعدين دلوقتي لما بنسمع الكلام ده بنقول مش ممكن نكذبه، مظبوط؟ هدول كانوا أفقين وكذابين كذبوه، ولذلك القرآن مستمر عطاؤه للجميع. هم كذبوه كذبوه، إنما القرآن بيعطي وبيعطي وبيعطي للمؤمنين كل جيل مع جيل. أي جيل بيسمع ما كذب الفؤاد أتمارونه على ما يرى، لا يا رب مش هنقولكم اللي قاله صح، مظبوط؟ طيب ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. قالوا يمكن يعني زغللت، قالوا يمكن ما شافش صح، أي يمكن أن تهيأ له تهيؤات. ما زاغ البصر وما طغى، يعني شايفة أكدها له في سورة التكوير وأكدها لهم في سورة النجم، أن النجم رح يجي ورح يغير مسار الأرض. بيفسروها بعضهم في بعض الصور التفسير القرآن، يقول لك النجم إذا هوى، رسول الله لما نزل، النجم إذا هوى، نجم نزل من السماء. لا، هو النجم الحقيقي ده، النجم المذنب هو ده، إذا هوى يعني إذا نزل له الأمر ينزل ويخلص المهمة الموكل فيها. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. يعني انتم كانوا مسميين اصنامهم اللات والعزى ومناة، دول الاصنام دول على شكل رجال ويحطوهم ويعبدوهم، دول يوصلوهم الى الله، اللات والعزى ومناة. فهنا ربنا بيقول لهم، وبعدين قالوا ايه، اما الملائكه فهم بنات الله. قال لهم انتوا شفتوا ان انا خلقت الملائكه بنات؟ اللي بيقول الملائكه بنات بيكفر، لان ربنا ما خلقش الملائكه على شكل لا ذكر ولا انثى، دول خلق من خلق الله. إنما الملائكة بتميل للذكورة أكتر، بحيث نقول جبرائيل، ما بنقولش نقول إنه يعني شكل رجل مش رجل، شكل امرأة. إنما اللي أحسن دلوقتي بنشوفهم في بعض المتاحف خصوصا في الغرب، بيصوروا الملائكة بنات، بنات أو بنات صغيرين أو بنات كبار، ولهم شعر ولهم بعرفش كيرلي وجنحة، وكل ده كلام فارغ، لأن اللي بيقول الملائكة بنات ده كافر. يقول لك هنا لكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، ضيزى يعني مجحفة، يعني قسمة غلط، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. جاء مين؟ جاء أهل مكة،
من ربهم الهدى، الهدى اللي هو إيه؟ الإسلام. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، كل شيء أمر لله. وكم من ملك في السماوات لا تغني عني عنهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني كأن ربنا أدانا فكرة أن الملائكة ممكن تشفع، إنما بعد الإذن لها بالشفاعة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. اللي بيأمنش بالآخرة الكفار هم اللي بيقولوا الملائكة تسمية الأنثى. بنقف لغاية كده النهاردة، ومنكمل الأسبوع الجاي في بقية الصورة مع صورة تانية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.